هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو في قلب الرجل الأعظم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآثاره من خلال كتابات بعض المفكرين والباحثين والمستشرقين الفرنسيين. اليوم في هذه الحلقة نتناول أيضا مسألة حساسة لطالما تكلم عنها كثيرون بالباطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة التعصب الإسلامي ومسألة عدم التسامح مع الديانات الأخرى والعلاقة بين الإسلام وبين اليهود والنصارى. وفي يعني سياق هذه الأثناء ربما تحدثنا عما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة، بنو قينقاع ثم بنو نضير ثم بنو قريظة وخيبر في نهاية الأمر. ولذلك يعني هذه المسألة تحتاج أن نمهد لها بمقدمة. الدولة الإسلامية دولة قاعدتها الدين، فكرتها الدين، أساسها الدين، جنسيتها الدين، بخلاف الدولة المعاصرة. الدولة المعاصرة أساسها قاعدتها جنسيتها مرتبطة بالعرق والأرض، يعني العرق أو الأرض، فالذين ولدوا من عرق معين يحملون جنسية هذه البلد. يعني البلاد قسمت طبقا للأعراق والقوميات أو قسمت طبقا للأرض مثل ما يحصل في أمريكا مثلا أو بعض الدول التي تمنح جنسيتها لمن ولد على أرضها. فكل دولة لها معيار للتفريق بين الذين يعيشون على أرضها. هذا المعيار هو معيار المواطن مقابل الأجنبي. الأجنبي هو من لا يكون تابعا لهذا العرق أو من لا يكون تابعا لهذه الأرض وإنما دخل إليها بتصريح معين. فهذا الأجنبي بالنسبة للدولة المعاصرة بطبيعة الحال ليس له الحق في أن يتولى المناصب الحساسة، لا ليس له الحق في أن يترشح لرئاسة الجمهورية، ليست له المزايا مثل ما للمواطن حتى في أمور التأمين الصحي والمواصلات والمرتبات ونحو هذه الأمور. فيعني كل دولة لها معيارها الذي يفرق بين المواطن وبين الأجنبي. هذا المعيار في حالة الدولة الإسلامية هو الإسلام. الدولة الإسلامية هويتها الدين، جنسيتها الدين، قاعدتها الدين، فكرتها الدين. ولذلك فتعامل الدولة الإسلامية مع غير المسلمين يشبه أركز على كلمة يشبه تعامل الدول الأخرى المعاصرة مع غير المواطنين. ثم أزيد فأقول إنه الدولة الإسلامية كانت أرحم بغير المسلمين من أي دولة معاصرة بغير المواطنين. يعني ما فيش دولة معاصرة مثلا الآن تجعل لغير المواطنين قانونا خاصا بهم، بينما الدولة الإسلامية تعطي الحق لغير المسلم في أن يتحاكم إلى قانونه إلى قوانينه الشخصية وأن يقضي بينهم يعني رجل منهم سواء من اليهود أو من النصارى، وتكون مساحة الدولة الإسلامية هي مساحة الشأن العام. لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة التي ظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الدول أصلا تعرف معنى التسامح العقيدي. ويعني عبر تاريخنا الإسلامي كان العالم الإسلامي، كانت الدولة الإسلامية تعتبر واحة العدل وواحة الأقليات، لأن أوروبا لم تكن تعرف مسألة التعدد الديني في الدولة الواحدة. ولذلك حتى الدولة العثمانية ومن قبلها الأندلس ومن قبلها العالم الشرقي بشكل عام كان شيئا مدهشا ويعتبر فردوسا بالنسبة للأقليات الدينية التي تعاني من الاضطهاد في أوروبا، والتي خاضت أوروبا لأجلها كثيرا من الحروب ويعني أنشبت فيهم كثيرا من المذابح. فلذلك هم حينما يتحدثون عن
معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى قصدت هنا من أنصفوا منهم، فإنما يلتفتون إلى هذا القدر العالي من التسامح الذي وجد في الدولة الإسلامية والذي لم يكن موجودا في أي دولة في ذلك الوقت على هذا النحو. نبدأ من جان بروا وهو يتحدث عن الدولة الإسلامية، يقول: أسست الدولة الإسلامية على الديمقراطية والعدل والمساواة العملية بين الناس جميعا، فغير المسلمين هم ذميون لهم من الحقوق العامة السياسية والواجبات، ما للمسلمين ولهم ذمة الله وذمة رسوله، يضفى عليهم الأمن وترخى عليهم الطمأنينة وعلى عقائدهم ومعاهدهم ويفسح لهم في مجال العيش. وقد قضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد قضى على السلطات القبلية التي كان يمثلها زعماء القبائل ورؤساؤها، وأصبح قوام الدولة وعماد السلطان في يد رسول الله متبعا في كل ذلك الوحي الإلهي، لا يحيد عنه ولا يقتفي إلا هداه هو والمؤمنون جميعا. وهذا أيضا أمر مهم، فإن حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي محفوظة بالنص المقدس، محفوظة بقوة القرآن والسنة. النبي حينما يقول: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذى ذميا فقد حرمت عليه رائحة الجنة، هذه النصوص لا يملك أي حاكم إسلامي فيما بعد أن يغيرها. يعني حتى الدول الديمقراطية المعاصرة الآن يمكن أن تتغير قوانين معاملات الأقليات فيها بتغير الحكومات أو بتغير المزاج الشعبي. يعني حين يصعد اليمين كما نرى، يمكن لهذا اليمين أن يغير قوانين الهجرة ويغير قوانين معاملة الأجانب، وبالتالي هذه الواحة الغربية بين قوسين التي يراها كثير من المسلمين ليست مضمونة ولا مأمونة، لأنها لا تستند أصلا إلى نص مقدس ولا تستند إلى عقيدة دينية. بينما حقوق الأقليات في العالم الإسلامي مستندة إلى هذا النص المقدس، مستندة إلى العقيدة الدينية. وكثيرا ما حصل في تاريخنا الإسلامي أن وقف علماء المسلمين مدافعين عن الأقليات ضد من يريد أن يضطهدهم من الحكام المسلمين، وهذا أمر مجال التفصيل فيه طويل لا يتسع له الوقت الآن، ولكن نشير إليه إشارة سريعة ليتبين الفارق، فارق استناد الأقليات الدينية في عالمنا الإسلامي إلى نصوص جوهرية مؤسسة في العقيدة الدينية، بينما الديمقراطية الغربية كلها يمكن أن تتغير وتسمح بأن تتغير قوانينها لاضطهاد الأقليات، وكما يحدث الآن في فرنسا وكما تشاهدون جميعا. لما بحث بعض المستشرقين مسار علاقات النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذين كانوا في المدينة، لاحظوا هذه المراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة تحويل القبلة. يقول ناصر الدين دينيه: ولما أمر الله رسوله أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام انقلبوا، يعني اليهود انقلبوا على أعقابهم مغيظين، ثم إنهم فضلا عن ذلك لم يلبثوا أن شعروا بأن مجيء محمد إلى المدينة كان مضرا بمنافعهم الانتهازية، فالفضل يرجع إلى محمد في إعادة السلام والصفاء إلى الأوس والخزرج، وقد كان اختلافهما فيما مضى يعتبر من الفرص الطيبة بالنسبة لليهود، على أن هذا الرسول الذي بشرت به كتبهم والذي كانوا يعلقون عليه آمالا واسعة والذي يعرفونه إذ ذاك كما يعرفون أبناءهم، هذا الرسول لم يكن من ذرية آبائهم وأجدادهم، إنه من ولد إسماعيل، وها هو ذا يحمل سراج الإسلام المنير، فحاولوا بكل ما أوتوا من وسائل أن يطفئوا نور الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي ويجب أن ننتبه إليها أنه جاء وهو يقول أنه مصدق لما جاء به موسى وعيسى والنبيون من قبله، وأنه يتحدى اليهود بأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وكان يتحدى المشركين من عرب قريش، كان يتحداهم بأن ما يأتيهم به يمكن أن يشهد على صحته وصدقه آخرون من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا ولا هي طبيعة رسالته أن يبدأ عداء مع اليهود والنصارى، بل كان يتوقع بأي تفكير عقلاني أن اليهود والنصارى يكونون أسبق الناس إلى اتباعه والانضمام إليه. يقول مارسيل بوازار: لم يكن من ضمن رسالته أن يبطل ما أنزل من قبله، بل أن يصدقه ناقضا ما لحق الكتب السماوية من تحريف وانتهاك، وكلف تطهير تعاليم الرسل السابقين من كل مخالفة
والتوسع فيها وتتميمها لتغدو ملائمة للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان. وحين استعرض جوستاف لوبون المؤرخ والمستشرق والمفكر والفيلسوف الفرنسي المعروف صاحب النظريات المعروفة في علم الاجتماع، حين تكلم عن مسألة العلاقة بين اليهود والنصارى ونظر في آيات القرآن الكريم، خرج بهذه الخلاصة التي تقول: رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفا أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسس الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على الخصوص. وسنرى كيف صار خلفاؤه على سنته وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أنعموا النظر في تاريخ العرب. في ذات هذا الإطار وبنفس هذا المعنى يتحدث إريك يونس جوفروا، وهو مستشرق فرنسي معاصر، في كتابه المستقبل للإسلام الروحاني، فيقول: هذه المبادئ القرآنية المثالية شكلت دون شك القاعدة الضرورية التي تأسست عليها الحصافة الدينية الناضجة التي تفتح على أبواب الكونية، أي على التسامح الذي ميز الإسلام الكلاسيكي في العصر الذهبي. وقد شهد على ذلك كثيرون، من بينهم فلاسفة التنوير الأوروبي في القرن 18، وكذلك العديد من المستشرقين على إثرهم، كلهم أشادوا بعظمة الحضارة العربية الإسلامية في تلك العصور الزاهرة وانفتاحها. طيب، إذا كان الحال هكذا، فلماذا أجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود؟ وهذه كانت مسؤولية من؟ هل كانت مسؤولية النبي أم كانت مسؤولية اليهود؟ سنجد هنري ماسي الكاتب الفرنسي المعروف في كتابه الإسلام يتحدث عن بداية هذا التوتر اليهودي حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة في المدينة. يقول: ولكن جميع هذه الأحكام التي ثبت فيها سلطته ما لبثت أن أقامت عليه اليهود القلقين على تفوقهم المالي. والحقيقة أن عداوتهم لم تظهر بوضوح، والقرآن عاملهم كمرائين، ومحمد المنتظر أن يلعب دور الحكم بين عناصر سكان المدينة المختلفة حاول أولا أن يستميلهم. يضيف عليه إيميل درمينغام في تحليله لما سار عليه العلاقة مع اليهود، فيقول: لم ينفك يهود المدينة عن العطف على مشرك مكة، وقد رأينا أن أبا سفيان ضاف أحد رؤسائهم فأطلعه هذا الرئيس على أخبار المسلمين، ولم يستطع اليهود أن يتحدوا، فتمكن محمد من قهر قبائلهم الواحدة بعد الأخرى. وهو هنا يقصد كعب الأشراف، وهذا كان رجلا زعيما يهوديا شاعرا، وكان يعني دخيلة يعطي أخبار المسلمين للقرشيين، وكان شاعرا، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يتذكر هنا، يتحدث هنا إيميل درمينغام عن مسألة أنه ها المسألة بدأت من عداوة من قبل اليهود الذين كانوا بدأوا بالعطف على مشركي مكة. يتحدث في هذا الإطار ناصر الدين ديني، فيقول: لم يكونوا ليغفروا لمحمد ما جاء به من إخاء ومساواة في الدين وإنهاء المنازعات الداخلية التي كانت قائمة بين أهل المدينة. تلك المنازعات التي طالما استغلوها فيما مضى، فضلا عن أنهم لم ينظروا بعين الرضا إلى انتصارات العرب المسلمين، بل خافوا الوقوع تحت نير حكمهم. لذا كان كل انتصار جديد لجند المسلمين يزيد في غيرتهم ويدفعهم إلى الغدر، حتى صار عداؤهم للإسلام علنيا، فاقتضى ذلك من أتباع الدين الجديد سلسلة طويلة من الغزوات. أنا هنا أريد أن أتوقف عند مسألة بني قريظة. في بداية، إيميل درمينغام في كتابه حياة محمد، هو من المستشرقين الذين غلب عليهم الإنصاف، ذكرت هذا سابقا أكثر من مرة، ولكن هو رجل أراد أن يوفق في كتابه هذا بين الإسلام والمسيحية، وعقد فصلا عند حديثه عن الهجرة إلى الحبشة في محاولة التوفيق بين الإسلام والمسيحية وبأنهما شيء واحد، وأراد أن يقول بأنه يعني أتباع هذين الديانتين هم الذين باعدوا بين الإسلام والمسيحية، وكان حقه أن يأتلف، ومارس تكلفا وتعسفا كثيرا جدا في محاولة
جعل التعليم الإسلامية هي التعليم المسيحية، حتى مسألة الصلب مثلا رغم أن المسلمين يرفضونها، حتى مسألة التثليث يعني بدأ يحاول يقول أن التثليث كما يفهمه المسيحيون إنما هو التوحيد الذي أراده المسلمون، ومسألة الصلب إنما هي محاولة من المسلمين للابتعاد يعني. وهذا يوجد كثيرا بالمناسبة عند المستشرقين المنصفين، أنهم يحاولون التوفيق فيما لا يمكن التوفيق فيه أحيانا. ولكن لماذا أذكر هذا الآن؟ لأن إيميل درمنجم لما وصل إلى حادثة بني قريظة قال بأنه لم يكن يود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، وأن هذه الحادثة خدشت صفاء صفحته الشديدة النقاء. فهنا نريد أن نركز يا أحباب، يعني نحن كمسلمين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار، هو المقياس، هو الحق. وأما اتخاذ أي معيار آخر أو أي مقياس آخر سيوقعنا في هذا، في مثل هذا، في محاولة التوفيق بين ما لا يمكن توفيقه، أو في إدانة بعض الأشياء التي هي حق في ذاتها. فسنرى، أنا يعني أوردت هذه الفقرة لكي أشهدكم إنه بعض الأحداث يكون الحق فيها واضحا، لكن إنكارها أو إدانتها يكون نابعا من نوع من العاطفية. هذا مثال يعني لبعض أخطاء المستشرقين المنصفين لكي يكون الأمر واضحا في أذهاننا. يقول درمنجم بعد أن ساق قصة بني قريظة وخيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أحرج وقت مر على المسلمين وهو غزوة الأحزاب، يقول: كنا نود أن لا نسجل مثل هذه الوقائع في تاريخ محمد الذي علمنا من نبله وسمو نفسه ما علمنا. ومحمد هو الذي لم يصنع غير الدفاع عن النفس ببقائه ضمن مبادئ زمنه وبلده الحقوقية. وكنا نود لو كان محمد أصفى وأرحم، ولو كانت صفحته الشديدة النور خالية من ذلك، وهو رسول الله الذي بعث أمته وأحياها. وإذا كان محمد قد قسى على اليهود فإن من الإنصاف أن يعترف بأنهم خانوه. يواصل هو نفسه يعني في هذا الإطار فيقول: والحق أنه كان من الصعب ألا يصف المسلمون حسابهم مع بني قريظة اليهود الذين انحازوا إلى العدو أيام غزوة الأحزاب. على كل حال يعني هذا مثال للنقد العاطفي الذي يصدر أحيانا من المنصفين. إذا ذهبنا إلى ناصر الدين ديني وهو يتحدث في نفس هذا الإطار، ولكن يتحدث الآن عن يهود خيبر، يقول: لم تكن انتصارات المسلمين المتتالية رغم خطورتها بضربة قاصمة لشوكة اليهود بالجزيرة، فقد كانوا يملكون بالمدينة وعلى بعد 96 ميلا منها يملكون ولاية خيبر التي تفوق في الغنى والأهمية كل ما فقدوه. وقد زاد تعطشهم إلى الثأر شدة، واستمرت وقدة الحقد للإسلام في قلوب أهل خيبر بوفود الجماعات تلو الجماعات من اليهود الهاربين إليهم من المدينة. واعتقد أهل خيبر أنهم بمأمن من ضربات المسلمين، فلم يألوا جهدا في سبيل الكيد لهم. طبعا خيبر كانت مركزا، المركز الأساسي للمؤامرات اليهودية على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي بمجرد أن وقع صلح الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 هجرية بدأ يتجه إلى مركز المؤامرات خيبر وفتحها في المحرم سنة 7. في هذا الإطار يقول إيميل درمنجم: هاجر كثير من اليهود الذين طردهم النبي من المدينة إلى خيبر التي هي واحة كبيرة على 6 مراحل من المدينة إلى جهة الشام، فكان يستعمرها جماعة من موسر اليهود، فأصبحت خيبر مركزا لحوك الدسائس ضد الإسلام. طيب، هل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر هل أباد من فيها من اليهود؟ على العكس، سنرى كما يقول سافري الذي ترجم القرآن الفرنسية وكتب مختصر لتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن هذا الوضع: ولما رأى سكان خيبر أن قلعتهم قد سقطت فتحوا للمنتصرين أبواب مدينتهم وتضرعوا إلى محمد أن يترك لهم زراعة نخيلهم وأراضيهم على أن يعطوه نصف المحصول، فأجابهم إلى طلبهم. نختم بكلام ناصر الدين ديني في كلامه عن اليهود أيضا، يقول: وكانت خيبر أغنى بلاد الحجاز، فكثرت المغانم وقسمت، فأخذ منها نصفها لسد نفقات الحج المزمع إقامته إلى إبان السنة الجارية. هو يقصد هنا العمرة التي هي عمرة القضاء وليس الحج، لأن هذا كان بعد صلح الحديبية.
يواصل فيقول: وفرق النصف الثاني بين الجنود، أما الأراضي فقد أخذ منها الرسول واليتامى نصيبهم وقسم الباقي، فكان لكل رجل منهم سهم ولكل فارس سهمان. وفضلا عن ذلك فقد منح كل صاحب جواد كريم هدية، وذلك لتشجيع تربية الخيل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حينما فتح مركز الدسائس وهو خيبر لم يعمل على إبادة اليهود، وإنما عمل على يعني نزع هذه الشوكة وإتلاف هذا المركز وتعطيل حركته، ومنح اليهود هذا البقاء رغم أنه كان يملك أن يجليهم تماما، بل كان يملك أن يبيدهم أيضا. هذه السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمور المجهولة التي ينبغي أن يستوعبها المسلم، وأن يستوعبها أيضا غير المسلم، كي لأن غير المسلمين يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالسيف وجاء مبيدا مبيرا، وهذا ليس بصحيح، وقد استدللنا عليه من أقوال هؤلاء المستشرقين الفرنسيين. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتناول موضوعا آخر مما أثير من شبهات على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم. هو في قلب الرجل